شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة ورئيس الاتحاد الأفريقي، أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي الموقر، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، أخي معالي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيدات والسادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن خالص شكري لأخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا على المبادرة المقدرة بعقد هذا الاجتماع العاجل للتشاور بشأن آلية عقد القمة الإفريقية العادية 34 في فبراير 2021. ويطيب لي أن أغتنم الفرصة لأحيي فخامته على نجاح القمتين الاستثنائيتين لمنطقة التجارة الحرة ولإسكات البنادق مطلع هذا الشهر، وحرصي الشديد على الحفاظ على دورة انعقاد اجتماعاتنا بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا. كما أتوجه بالتقدير لأخي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لقيادته الحكيمة لدفة اتحادنا خلال هذه الظروف الدقيقة ولجهوده المستمرة للنهوض بأجندة العمل الإفريقي المشترك وتنفيذ بنودها وأنشطتها وبرامجها على الرغم من الصعوبات الراهنة. شكراً أخي فخامة الرئيس.